السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف الرابع الابتدائي، أهلا بكم في قناة ماما وزياد التعليمية. النهاردة جايبة لكم كتاب سندباد في الرياضيات للصف الرابع الابتدائي، الفصل الدراسي الثاني، المنهج الجديد. وطبعا زي ما تعودنا وزي ما وعدتكم وزي كل مرة بقول نفس الكلام، علشان لو في حد بيشوفني لأول مرة ادخل على قناة ماما وزياد التعليمية، هتلاقوا كل الكتب الخارجية موجودة على القناة بجميع أنواعها، سواء كان عربي، رياضة، علوم، دراسات، إنجليزي، ماس، ساينس، تكنولوجيا، المعلومات، مهارات مهنية. كل الكتب الخارجية موجودة على القناة بجميع أنواع الأضواء، سلاح التلميذ، الباهر، الماهر، الأستاذ، قطر الندى، سندباد، بيت باي بيت، ستيب أهيد، ستيب أهيد، كونكت، وكونكت بلس، بوني، جيم، مش عايزة أنسى حاجة، الشاطر. كل الكتب اللي ممكن تتخيلوها موجودة على القناة بجميع أنواع. وكتب المدرسة، كتاب المدرسة، كتاب الوزارة موجودين على القناة، والشرح ومراجعات اختبارات امتحانات، أي كتاب، أي ملزمة، أي ملخص، أي كتاب بيوصل لي بنزله على طول عشان نتشارك مع بعض. ويا رب بالنجاح لكل الطلبة والطالبات. ادخلوا على القناة، كل اللي عليك تعمله ان انت تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناة، اهم حاجة علامة تخصيص الجرس، عشان بمجرد منزل اي فيديو يوصلكوا على طول، عشان في ناس بتقول الفيديوهات مش بتوصلي عشان مش بتعملوا تخصيص للجرس. اعمل علامة تخصيص للجرس، اي شرح، اي مراجعة، اي فيديو انزله يوصلكوا على طول. اتفرجوا على الكتاب للاخر هيعجبكم، وادخلوا اتفرجوا واستمتعوا، يا رب الكتاب يعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قناة ماما وزياد التعليمية.